بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. هكذا ستأتي إليك فاطمة عليها السلام وتأخذك إلى الجنة، هكذا ستأتي إليك فاطمة سلام الله عليها وتمسك بيدك وتأخذك إلى الجنة. رجاء استمع. ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صارت السيدة فاطمة عليها السلام على باب الجنة تلتفت فيقول الله سبحانه وتعالى: يا بنت حبيبي محمد، ما التفاتك هذا؟ لماذا لا تدخلين الجنة؟ فتقول السيدة فاطمة عليها السلام: يا رب، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول الله عز وجل: يا فاطمة، ارجعي وانظري في المحشر، من كان في قلبه حب لك ولأولادك من ذريتك فخذي بيده وأدخليه الجنة. فتأتي فاطمة عليها السلام إلى المحشر وتلتقط شيعتها، ليس فقط شيعتها بل جاء في الرواية ومحبيها أيضا، فتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة ومحبوها أيضا يلتفتون، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: ما التفاتكم؟ لماذا لا تدخلون الجنة؟ فيقولون: يا رب، أحببنا أن يعرف قدرنا في هذا اليوم على حب فاطمة سلام الله عليها. فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى من كان في المحشر فخذوا بيده وادخلوه الجنة. هكذا هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي شفاعة الزهراء التي سوف نراها لا محالة في يوم القيامة، عندما نراها سلام الله عليها تأتي إلينا فردا فردا وتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، وندخل الجنة معها إن شاء الله، لأننا من محبيها الثابتين ومن محبي أولادها المعصومين. هذا ما ستراه أنت حتما في يوم من الأيام، وعندما تدخل الجنة وتكون بجوار محمد وآل محمد ستقول: قضي الأمر والحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى الجنة بسلامة. برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.